صباح الخير بلاكمن، أنا ماري وده البليز بولتن. جيرمان كلاب هيتقابلوا مع مس هاسل في أوضة EO5 من الساعة 3:30 ل4:30 اليوم على يوم الثلاث نوفمبر 19. للي بيحبوا ميوزك، في كلاب جديد في بلاكمن، الميوزك برودكشن كلاب. في الكلاب ده هتتعلموا تعملوا ميوزك. هيتقابلوا في SLR على يوم الخميس على نوفمبر 9 من الساعة 3:30 ل4:30. كلموا مسز والترز أو جيرد جارنر لو عندكم أي أسئلة. اللي عايزين يلعبوا تنس روحوا شوفوا كوتش ماروز في C4 ويملوا application final forms وجيبوا الفيزيكال معاكم قبل الترايلز. بصوا في الإيميل بتاعكم عشان الترايلز. الأوف سيزن تراك workouts بدأوا. املوا خلصوا الفاينل فورمز وبعدين روحوا شوفوا كوتش ساتن للتوكيد والأيام. الكروس كونتري بنات قبلوا للستيت وهيجروا يوم الجمعة على الساعة 2. بتاع الأولاد في نفس اليوم بس على الساعة 2:30. المسابقات دي في ساندرز فيري بارك في هندرسونفيل. الفوتبول تيم بيلعبوا جرين هيلز على يوم الجمعة في أول دور TSSA. روحوا شجعوا فريقكم. كل الإعلانات موجودة على ميديا كاستل فيجنز في روتاندا والجيم لوبي. الإعلانات كمان موجودة على بلايز ستوديوز BSPN على اليوتيوب شانل. Have a great day and go Blaze!